اللي ابوه وامه ما يربونه على ان هذا عامل نظافه. هذا الله يبيض وجهه انه قاعد يسوي لك اشياء يعني هذا شكرا له، واذا شفته تقول له شكرا لك ويعطيك الف عافيه. في يعني الشيء الحلو نذكره، في احد الدول عامل نظافه، عامل نظافه يسمونه باسم يعني يسمونه ما والله ما يحضرني الاسم، بس اسم كذا اسم راقي، اسم راقي، اسم راقي، عشان انه ولا ويستلم، يستلم من اعلى الرواتب فعلا. عامل النظافه هذا يستلم على الرواتب، ليش؟ لان يا اخي الله يبيض وجه اللي يشيل وساختك اللي انت تحطها والامور اللي تحطها ويشيلها يوديها للاماكن الغذارات. فانا اقول الاحترام على سالفه سعد الله يبيض وجه. تربيه العيال عليه بعد، تربيه العيال الصغار ينشئهم نشء صالح في هذا المساله. يعني انا خل كثير يعني العمال اللي هنا والرجال اللي هنا والناس اللي قدموا صراحه الشيء الكثير في العمل في المملكه، الله يبيض وجيههم، نقول لهم الله يجزاكم خير والله يعني يعطيكم الف عافيه. ما اجي اقول له والله هذا عامل، هذا جاي بكفاله وجاي ليه يا اخي. الادهى والامر، الادهى والامر اللي هي قضيه الكلام في الشعوب. يعني يجيك واحد يجي عند شعب عددهم 10 مليون 20 مليون 30 150 مليون، يقول الشعب ذولا كله يعطيهم صفه سيئه فيهم، والله هذا الشعب نصاب، هذا الشعب حرام، وخذ الوزير على عدد الشعب كله. طيب ولا يهون تويتر، اي ترى تتكلم في 70 مليون 100 مليون 200 مليون، وش بتسوي امام الله عز وجل عند الناس دي؟ كيف اتهمتهم؟ يا اخي فيهم ناس صالحين، فيهم ناس ربما رفع يديه واقسم على الله لا بره، يقبل الله عز وجل منه. ليش الاستهزاء خصوصا بالشعوب؟ فحاول قدر المستطاع. ترى بعض الاحيان في اشياء يعني لو اغتبت مثلا سعد ولا ابو ذوق ولا غيره، هذا بتقابله تكفى سامحني ترى تكلمت، ربما يعفو عنك. لكن تخيل لو الكلام في واحد ميت. فلذلك يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا جدا انه يتحلل من كان له حق عن النبي صلى الله عليه وسلم. يتكلم يا جماعه ترى خير البشر من قال الله عز وجل عنه وإنك لعلى خلق عظيم. ترى النبي صلى الله عليه وسلم أشد من استهزأ به النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي الجواب من الله عز وجل إنك فيناك المستهزئين، إنك فيناك المستهزئين، كفاه الله عز وجل. وقال عز وجل يتكلموا في النبي صلى الله عليه وسلم في إنك ساحر وإنك مجنون وإنك وإنك وإنك، قال عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، خلق عظيم عليه الصلاة والسلام. فكان وسلم هذا كل الكلام يدافع منها الله عز وجل، يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا جماعة لابد ان تحط في راسك شيء معين، الايات دائما نصب عينيك، الاحاديث دائما نصب عينيك، كل ما يعني بديت تزيغ عن الطريق. وترى يا جماعه اعيد واكرر يعني كلنا نخطئ وكلنا اصحاب اخطاء، لكن حاول ايش؟ تستغفر. فاقول يا جماعه ترى بعض الاحيان النبي صلى الله عليه وسلم خير البشر، مع ذاك يقول احلوني قبل ان ياتي يوم، يعني ما فيه شيء نتحلل منه الا قبل ان ياتي يوم لا فيه لا دينار ولا درهم وينام بالحسنات، او كما قال عليه الصلاه والسلام. يعني تخيل تغتاب واحد ميت، طيب كيف تلحق ذا وتقول ذبح مني؟ مشكله دائما. ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضم الي ما بين فكيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وهل يكب الناس في النار على مناخرهم الا حصائد لسان؟ اللسان خطير، ولا ياتي عاده الاستهزاء الا باللسان. صحيح، نمسكهم سيادتنا ونحرض يعني نحرص على عندنا، ننصح العيال الصغار وكذا. ترى بعلمك شيء، شوف طبعا